لا لا ده احنا جايبين الصور والفيديوهات وعندنا اسم الضابط حسام الدين مصطفى وبلغنا النائب العام واحنا بنسال اخبارنا ايه؟ بقالنا اسبوعين اهو قاعدين بيقبضوا على ناس ويخرجوا ناس ويقبضوا على ناس، لكن اللي احنا متهمينهم واللي فيه شرايط فيديو عن تعذيبهم للناس حتى الان لم يقبض عليهم ولم يحقق معهم. اهو الفيديو معانا نور. انا بس عايز اقول لحضرتك ان هو كان بره دايرة الجيش. هو رجع اهو حضرتك رجع اهو عشان ينقذ البنت. وشوفي الجندي بينط برجله وبيعمل حركه. حقيقه حاجه فهو رجع عشان يحميها. ممكن اقول لك حاجه يا دكتوره هلا هتفاجئي بيها جدا؟ يفتديها الحقيقه، رجع عشان يفتديها. عايز اقول لك الحاجه هتفاجئي بيها جدا. من 6 سنين في نفس المكان ده يا استاذ مختار، في نفس المكان ده تم الاعتداء عليا يوم 29 يناير 2005، مش على نفس البوابه دي، لا في نفس الكورنر ده، في نفس المتر ده. يا خبر ابيض. يوم ما اترفعت عني الحصانه القي القبض عليا في نفس المتر ده، لدرجه لما شفت الفيديو ده لاول مره انا الحقيقه عيني دمعت من يعني قد ايه الصدفه ويجي في نفس المكان وبنفس هذا العنف، ربما يعني كان اقل طبعا من هذا العنف، لكن مصر ما اتغيرتش، بس حتى الاماكن حتى الاسامي حتى كل حاجه بتحصل زي ما هي. واللي خدوهم ده جوه مجلس الوزراء، دخلوه بقى هيجرجروه جوه على مجلس الوزراء. ايوه. وظل تعذيبه لساعات، وحددنا الشخص اللي كان بيعذبه هو مجموعه من البنات. وعايز اقول لك النور طبعا في اثار قويه جدا، لان معظم الضرب كان على دماغه وكان عنده اصابه قبل كده 12 غرزه قبل هذه الاصابه، فجاء الضرب في نفس المكان سابت شويه اثار ما زلنا بنعالجهم، لكن الاثر الاكبر ان الولد متأزم ازاي كانوا بيعذبوا البنات قدامه وما كانش قادر يمنع ده. وده يعني سايب عنده أثر عنيف جدا في نفسه. لذلك هو بيقول لي انا مش يعني هو مش حاسس باللي هو عمله ومش حاسس ان هو بطولة، بيقول لي يكفي ان انا شفت البنات بتتعذب وما كنتش قادر اعمل حاجة. هو كان مقيد طبعا يعني، وكان كان تعذيب بشع وشيء غير مفهوم وغير مبرر. تاني فين بالظبط؟ داخل مبنى الري في مجلس الشورى. استاذ مختار عارف مبنى الري. مبنى الري في مجلس الشورى. قلت انا حاجه؟ قلت انا حاجه اللي بيكذبوني؟ كذبوني انا؟ لا اصل حضرتك مش عارف القصه. ده كلام ثابت يا دكتور. حضرتك مش عارف القصه. انا بقالي اسبوع فوق ما الري ويقولوا لي لا ده مش فوق الري، في الطرقه اللي بين الري اللي بتربط بين الشعب والشورى. المهم ان انت قلتها جت من عندك بقى، انا والمشاهدين عارفين مع بعضينا، خلوا بالكم فاكرين ولا مش فاكرين. احنا القصه دي شغالين فيها بقالنا اسبوع. مبنى الري. لا مبنى الري اهو، مبنى الري، سطوح مبنى الري. اتفضل القي نظره. ده احنا مصورين. اتفضل شوف مبنى الري، مصورين الاولاد اللي كانوا محجوزين جوه فوق مبنى الري. يقول لك ده عمر مكرم. اعوذ بالله اعوذ بالله. ايوه هنكمل كلام، معلش انا قطعت الحديث جاب كلام بس مهم جدا واحنا عندنا وقت يعني. لا الحمد لا لله. شوف يا دكتور مبنى الري اهو، بس حضرتك انت جبت لنا المنظر الغريب. فين بقى المنظر اللي بيتشال فيه الولد من فوق مبنى الري؟ هاته لنا نوريه للاساتذه عشان هم مش عارفين بتكلم على ايه. في شريط غامض نزل واحنا ما زلنا محتاسين فيه بقالنا كام يوم، مين وخبراء جنائيين ومش خبراء جنائيين ومين دول وبيعملوا ايه، وده الطرف الثالث ولا ده الطرف الرابع، وفين المكان ده. وجات لي معلومات وناس اتصلوا بيا وقالوا لي فوق مبنى الري. وطبعا بعدها جات لي مكالمات تانية لا ده مش فوق مبنى الري. ويعني قصة غامضة جدا وغريبة، بس بتثبت ان في بلطجية، بتثبت ان في اهو اتفضل حضرتك ده فوق مبنى الري تعذيب اهو. وشوف هيشيل الاخ اللي هم مغمينه ومكممينه، ودكتور حاطط في ايديه جوانتيات ولا ايه بالظبط مش عارفه. اتفضل. ايوه. وعندنا لقطات اخرى فوق مبنى الري. ايوه يا نهار اسود. فحضرتك قلت حاجات كده. نكمل بقى موضوعنا. بس انا قلت حاجه؟ ابدا ما قلتش حاجه. اتفضل يا فندم. نرجع لموضوعنا. احنا عندنا 3 عناصر موجوده في الموضوع. لو احنا قصلنا المساله صح هنفهم كل اللي جاي من غير ما حد يحكم، ومن غير ومش محتاجين امر المحاكمه ولا التفاصيل. مجموعه هي صناع الثوره اللي انا ذكرتهم، دول اللي قاموا بالثوره في 25 يناير وكانت مساله فوق المتوقع بالنسبه للاشخاص العاديين. انما المحللين كلهم قالوا ان ثمره الحركه وثمره الحركه في الشهداء
سيد بلال و